بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله يا الأخوة في هذا البث عبر منصة زوم لأعمال مؤتمرنا الدولي وحول ثورة 20 في ذكراها 100، والذي نقيمه من مدينة إسطنبول تحت شعار التكامل بين العمل الثوري والهوية الوطنية. عد ثورة العراق الكبرى في عام 1920 نموذجاً مبكراً لتمسك العراقيين بهويتهم الوطنية في مرحلة مهمة من مراحل تاريخ العراق الحديث. كانت هذه الثورة، ثورة 20، نبراساً للعراقيين تمثل تمسكهم بحقوقهم وانتزاعهم لتلك الحقوق المغتصبة من دولة متغطرسة مزهوة بنصرها أبان الحرب العالمية في ذلك الحين. لقد استمر العراقيون يستلهمون من تلك الثورة معاني العز والكرامة وتمسكهم بهويتهم الوطنية ودفاعهم عن حقوقهم ووحدتهم. أيها الإخوة الأكارم، يسعى مؤتمرنا هذا إلى دراسة أهداف تلك الثورة، ثورة الإرادة، ثورة الإرادة العراقية التي لا يزال العراقيون يتنفسون نسماتها حتى الآن. ونستعرض في هذا المؤتمر وقائع تلك الثورة وفحص آثارها على الصعد التاريخية والعسكرية والسياسية والفكرية والاجتماعية والإعلامية في محاور متعددة وفي بحوث سنراها إن شاء الله تعالى. نحن اليوم نقيم هذا المؤتمر بعد 100 عام على انطلاق تلك الثورة، بعد قرن كامل منها، لنقرأها كما كانت لا كما يسعى لقراءتها الآخرون الذين يسعون لتحريفها وقراءتها من زوايا نظر مختلفة متأثرة بوقائع طارئة أو وفق خلفيات مسبقة. لا نطيل الكلام ونبدأ بافتتاح هذا المؤتمر أيضا بكلمتين للقائمين عليه. فالكلمة الأولى لمركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام، يقدمها لنا الدكتور منير القوشي من المركز، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب في مؤتمرنا العلمي الدولي عن ثورة 20 في ذكراها 100، والذي نقيمه تحت شعار التكامل بين العمل الثوري والهوية الوطنية. ففي عامنا هذا أكملت ثورة 20 قرناً كاملاً على أول ثورة وطنية شعبية في مطلع القرن 20. تلك الثورة التي تلاحمت فيها كل فئات الشعب العراقي وتجسدت فيها مبادئ الوطنية الحقة الرافضة للاحتلال البريطاني ورفض مشاريعه ورفض الهيمنة على مقدرات الشعب. وبقيت شعلة ثورة 20 نبراساً مضيئاً وصورة ناصعة للحمة الوطنية منذ اندلاعها وحتى عصرنا الحالي. واستلهم شباب ثورة 20 جذوة تلك الثورة، ففي هذا الوقت الذي يمر فيه العراق بأسوأ الحالات بعد الاحتلال الأمريكي له وجعله مرتعا لأعوانه، انتفض شباب العراق يحملون من جديد مشاعل ثورة تستلهم جذوة عزها من ثورة 20 المباركة التي قادها الأجداد. فجاء الأحفاد ليكملوا مسيرة جهاد الأجداد من أجل عراق واحد موحد أرضا وسماء وماء. الإخوة الأفاضل، لقد قدمت إلى المؤتمر بحوث كثيرة بلغت 35 بحثاً
وتم قبول 18 بحثا من قبل اللجنة العلمية. وختاما نشكر جميع الباحثين على جهودهم العلمية التي وثقت أهم مرحلة من مراحل تاريخ العراق الحديث، وكنا نتمنى أن تكتحل عيوننا برؤيتكم وجها لوجه، ولكن بسبب جائحة كورونا اضطررنا إلى عقد هذا المؤتمر بهذه الطريقة. وفقكم الله جميعا لخدمة العراق وأهله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكلمة الآن للشريك الثاني في هذا المؤتمر، مركز الأمة للدراسات والتطوير، يقدمها الدكتور عبد القادر محمد حسين، رئيس المركز، رئيس مركز الأمة للدراسات والتطوير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأساتذة الباحثون المحترمون، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بالخير والبركات، وأسعدتم بصباح هانئ جميل، فإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز لمركز الأمة للدراسات والتطوير أن يقيم بالتعاون مع مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام هذا المؤتمر العلمي الدولي عن ثورة 20 في العراق في ذكراها 100 تحت شعار التكامل بين العمل الثوري والهوية الوطنية. فما زالت الأمم تتفاخر بتاريخها وتعتز بقادة نهضتها ورجالاتها على مر العصور والأزمان، وما زالت الوقائع التاريخية الكبرى تشكل منعطفات مفصلية في حياة الأفراد والشعوب والأمم، ترفع أقواما وتضع آخرين. ومن هذه الأحداث التاريخية ثورة 20 الكبرى في تاريخ العراق الحديث، التي سطر فيها العراقيون بكل أطيافهم وألوانهم صفحات مشرقة وبطولات خالدة في مقارعة الاحتلال البريطاني في 20 القرن الماضي. ونحن إذ نستذكر اليوم هذه البطولات ونكتب عنها، فإنا نربط الحاضر بالماضي، يستلهم الأحفاد من الأجداد، وتستخلص الدروس والعبر من مآثر الشعوب الحية وتجاربها لتنير الطريق إلى المستقبل. ولعل المقام لا يتسع لإشراقات الكلام على هذا العنوان الكبير، ولكن ما قدمتموه من بحوث علمية رصينة سيغنيه بكل تأكيد. ومن هنا أترك الميدان لفارسيه. الإخوة الأكارم، بعد هذه الجلسة الافتتاحية نبدأ جلسات مؤتمرنا، والتي ستكون في 3 جلسات. لقد كانت اللجنة كما ذكر الأساتذة في كلماتهم، اللجنة المنظمة للمؤتمر، حريصة على عقد هذا المؤتمر في وقته، لكن حالت دون ذلك ظروف ما حل بالعالم من وباء كورونا، فسعت اللجنة إلى تأجيله على أمل حصول انفراج عالمي صحي يسمح للباحثين بالسفر والالتقاء وجها لوجه. ولكن تأزمت الأزمة أكثر وتفاقمت وتصاعدت ربما في بعض الدول، مما اضطر اللجنة إلى أنه يعقد المؤتمر في عالم الافتراضي قبل انتهاء هذا العام، لحفاظا على هذه الذكرى المئوية، وفي العالم الافتراضي اليوم بديل عن العالم الواقعي، ولعل الله سبحانه وتعالى يفرج عن العالم ما هم فيه ويتحقق اللقاء المباشر في مؤتمرات علمية أخرى. الإخوة الأكارم، كان المؤتمر هذا في عدة محاور: المحور التاريخي، والمحور العسكري، والمحور السياسي، والمحور الفكري والاجتماعي، والمحور الإعلامي والثقافي. وبعد التجمع عدد البحوث، رأت اللجنة التنظيمية أن يكون جلسات المؤتمر في هذا اليوم
في 3 جلسات، ستكون هذه الجلسات وفق ما الأبعاد أو التاريخ هذا المؤتمر، يعني البحوث بحسب مجريات الثورة. جلسة تتكلم أبحاثها في الغالب عن ما قبل الثورة، ثم جلسة عن ما حدث في أثناء الثورة، وأخيرا الجلسة الثالثة ما بعد الثورة ونتائجها. لا يفوتني أن أشكر أعضاء اللجنة العلمية لهذا المؤتمر، وهم كل من الدكتور عماد عبد السلام رؤوف، ومع حفظ الألقاب طبعا أنا أختصر، الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف، الأستاذ الدكتور محمد مظفر الأدهمي، الأستاذ الدكتور عدنان القطان، الأستاذ الدكتور رافع الفلاحي، الأستاذ الدكتور فالح الخطاب، عبد الحميد العاني، الدكتور الأستاذ المشارك الدكتور عبد القادر محمد حسين، والدكتور منير القوشي، وكذلك اللجنة التحضيرية فضيلة الدكتور يحيى الطائي والأستاذ حارث الأزدي والأستاذ المشارك الدكتور عبد القادر محمد حسين والأستاذ حسن العاني. يحدثنا الأستاذ الدكتور محمد مظفر الأدهمي، وهو المؤرخ العراقي المعروف، في بحث عن انتفاضة بغداد ودورها القيادي في قيام ثورة 20، فليتفضل مشكورا. راجيا من الدكتور صالح إن دخل أن يتواصل مع إدارة المؤتمر لإعطائه فرصة الحديث عقب هذا الوقت، فليتفضل الدكتور محمد الأدهمي. شكرا الدكتور عبد الحميد العاني. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. إن الهدف من هذا البحث هو إثبات حقيقة الدور الريادي والقائد لبغداد في قيام ثورة 20، ذلك أن الكثير من الباحثين في ثورة 20 يتناولونها بدءا من يوم 30 حزيران بتحرير الشيخ شعلان أبو تشون من معتقله في الرميثة، في حين أن للثورة مقدمات فكرية وسياسية تعود في جذورها إلى أكثر من عام قبل اندلاع الكفاح المسلح في الرميثة في 30 حزيران. ابتدأ التحرك السياسي ببغداد ضد الاحتلال البريطاني بتشكيل جمعية حرس الاستقلال السرية في أواخر شهر شباط 1919، وتشكلت لها فروع في كربلاء والنجف والناصرية والحلة والشامية والكاظمية والموصل، غير أن نشاط الجمعية تركز في بغداد والفرات الأوسط، حين أرسلت الجمعية عضو الهيئة الإدارية الشيخ محمد باقر الشبيبي إلى الفرات الأوسط، فقام بعدة سفرات وعمل على بث روح الثورة هناك، مما دفع علماء الدين ورجال الحركة الوطنية في الفرات الأوسط إلى انتداب هادي زوين وعبد المحسن شلاش إلى بغداد للاطلاع على مسار الحركة الوطنية فيها، فحضر اجتماعا مع زعماء جمعية حرس الاستقلال يوم 21 نيسان 1920. وقد شرح هادي زوين الأوضاع في الفرات الأوسط والقمع والظلم الذي يتعرضون له على أيدي الضباط والجنود الإنجليز، وأعرب عن استعداد الأهالي للوقوف مع بغداد للقيام بوجه السلطة المحتلة، ورد عليه أمين سر الجمعية جعفر أبو التمن أن القادة السياسيين في بغداد يعملون بهذا الاتجاه الذي يطالب به علماء الدين ورؤساء العشائر في الفرات الأوسط. بعد هذا الاجتماع قررت الجمعية انتداب جعفر أبو التمن إلى كربلاء ممثلاً عن الحركة الوطنية ببغداد للاتصال بالمرجع الأعلى الشيخ محمد تقي الحائري الشيرازي وعلماء الدين ورؤساء العشائر والسياسيين. فسافر أبو التمن يوم 2 مايس 20 وعقد اجتماعاً في بيت المرجع الأعلى يوم 4 مايس، حضره رؤساء العشائر وأدى جميع الحاضرين اليمين على المطالبة بالاستقلال ولو أدى بهم الأمر إلى استخدام السلاح ضد القوة البريطانية المحتلة. ثم سافر أبو التمن وهادي زوين إلى النجف وأبلغ الشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ جواد صاحب الجواهر وبقية العلماء وشيوخ العشائر بما تم الاتفاق عليه والتخطيط له في كربلاء، وعاد جعفر أبو التمن إلى بغداد بعد أن أنجز هذه المهمة. وهكذا بادرت بغداد ونخبها السياسية إلى التهيئة للكفاح المسلح في الفرات الأوسط. وعندما أعلن الانتداب البريطاني على العراق في شهر مايس 1920 انتفضت بغداد، وتشكل وفد المندوبين 15
الذي التقى في الثاني من حزيران 1920 وكيل الحاكم المدني العام في العراق ويلسون، وطالبه بإجراء انتخابات لمؤتمر عراقي عام يمثل جميع العراقيين يعقد في بغداد ليقرر شكل الحكومة الوطنية في العراق التي وعد بها الإعلان البريطاني الفرنسي في 28 الثاني 1918. ولما كان جعفر أبو التمن قد حصل في 4 مايس على قسم اليمين من رؤساء العشائر في كربلاء بالوقوف مع بغداد في المطالبة بالاستقلال حتى وإن أدى ذلك إلى استخدام السلاح، فقد قرر المندوبون 15 إيفاد جعفر أبو التمن إلى كربلاء من جديد ليطلب من المرجع الأعلى الحائري إصدار دعوة إلى جميع العراقيين بتأييد مطالب بغداد التي قدموها إلى الحاكم المدني العام ويلسون. وقد استجاب الحائري إلى هذا المطلب، وعاد أبو التمن إلى بغداد يحمل رسالة من المرجع الأعلى موجهة إلى جميع العراقيين تدعوهم للوقوف مع بغداد في مطالبها الوطنية المشروعة. طبعت ووزعت آلاف النسخ منها في جميع أنحاء العراق. إن هذا التنسيق مع المرجع الأعلى في كربلاء الذي قامت به قيادة انتفاضة بغداد قد كان له أثره في تحرك الفرات الأوسط والجنوب لإسناد بغداد في انتفاضتها في 4 حزيران 1920 أصدرت كربلاء مذكرة تحمل 65 توقيعاً لعلمائها وأشرافها وساداتها وعموم أفرادها وجميع طبقاتها، هكذا كتب في المذكرة. أعلنوا فيها انتدابهم نجل المرجع الأعلى ومعهم محمد الخالصي والشيخ عمر الحاج علوان وغيرهم لينوبوا عنهم أمام سلطة الانتداب ببغداد لإبلاغهم بمساندتهم للمطالب الوطنية التي طالبت بها بغداد. وقد حملت المذكرة أيضاً ختم المرجع نفسه، وبعد يومين أصدرت النجف مذكرة أخرى مشابهة خولت فيها عدداً من الشيوخ وعلماء الدين ليمثلوها في تقديم مطالبهم الداعمة لمطالب بغداد. لم يكن بإمكان مندوبي كربلاء والنجف والشامية الذهاب إلى بغداد، ولذلك اكتفوا بإعداد وثائق مشابهة لوثيقة بغداد ليقدموها إلى الحاكم لواء الشامية والنجف السياسي الميجر نوربي، لكنه اعتذر في 13 حزيران عن لقائهم متحججا بانتظار جواب بغداد لأن مطالبهم هي نفسها التي قدمتها بغداد إلى ويلسون. ولذلك وصفت مس بيل الأوضاع بالخطيرة وأكدت في رسالتها يوم 14 حزيران أن المتطرفين في بغداد، هكذا قالت، أرسلوا أعدادا كبيرة من الرسائل إلى العشائر بهدف دفعهم إلى الخروج عن طاعتنا. وعندما انتشر في كربلاء والحلة والشامية خبر امتناع حاكم الشامية والنجف عن مقابلة الوفد، أقيمت تظاهرة احتجاج في كربلاء يوم 21 حزيران 1920. ألقى فيها عدد من الوطنيين خطبا حماسية وقصائد أججت المشاعر الوطنية، مما أثار غضب السلطة المركزية البريطانية ببغداد لأن هذا يعني امتداد انتفاضة بغداد إلى المدن المقدسة والفرات الأوسط. فأصدر وكيل الحاكم المدني العام ويلسون أوامره من بغداد إلى الحاكم السياسي في الحلة الميجر بولي بالتوجه إلى كربلاء على رأس قوة عسكرية للقبض على قادة الحركة الوطنية فيها. فاحتلت القوة مداخل كربلاء، وعندما احتج المرجع الأعلى على هذا التصرف أجابه الميجر بولي برسالة قال فيها أن قواته جاءت في كربلاء للحفاظ على الأمن وإلقاء القبض على عدد من الأشرار، هكذا وصفهم. وهنا أجابه المرجع الأعلى بلغة التهديد بالثورة المسلحة ضدهم. لم يأبه الميجر بولي فاعتقل 12 من قادة الحركة الوطنية في كربلاء ونفاهم إلى جزيرة هنجام القاحلة في الخليج العربي. ولم تكن هذه أول وجبة من المعتقلين، فقبل بضعة أيام من تظاهرة كربلاء أقيمت تظاهرة حاشدة في الجامع الكبير في الحلة لمساندة بغداد في مطالبها المشروعة ودعم مساعي المندوبين 15 للظفر باستقلال العراق. فقام نائب الحاكم السياسي في الحلة باعتقال 5 من قادة التظاهرة وتم نفيهم إلى جزيرة هنجام. وفي النجف عقد اجتماع كبير في مسجد الهندي ألقيت فيه القصائد
والخطب الحماسية المؤيدة المطالبة بالوقوف مع مطالب بغداد الوطنية ومساندتها. وقد حاولت السلطة القبض على قادة الاجتماع فلم تتمكن ولم تتجرأ في إلقاء القبض على العالم النجفي المعروف الشيخ عبد الكريم الجزائري، والذي كان همزة الوصل بين قادة انتفاضة بغداد وبين علماء الدين ورؤساء العشائر في الفرات الأوسط. وفي 28 حزيران 1920 احتج رؤساء العشائر في الفرات الأوسط على حملة الاعتقالات والنفي، وأرسلوا إلى حاكم لواء النجف والشامية يستنكرون ذلك ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين وإعادة المنفيين إلى البلاد، وهددوا بالتحول من الأسلوب السلمي إلى غيرها من المسائل. ووقع الرسالة شيوخ عشائر بارزين ومؤثرين، وقد قام هؤلاء أيضا بتوجيه رسالة إلى قادة انتفاضة بغداد من المندوبين 15 يوم 29 حزيران، يعني قبل قيام الثورة بيوم واحد، أبلغوهم فيها قرارهم بالقيام بالثورة المسلحة. ثم انتقل المجتمعون في اليوم نفسه 29 حزيران إلى مضيف الشيخ عبد الكاظم الحاج سكر في المشخاب ليحضروا اجتماعا موسعا لجميع رؤساء وشيوخ عشائر الفرات الأوسط، اتفقوا فيه على البدء بالثورة، ووجهوا رسالة إلى رؤساء الرميثة وفي مقدمتهم الشيخ شعلان أبو تشون، أبلغوهم فيها أنهم قرروا البدء بالكفاح المسلح. وعندما وصل حامل الرسالة إلى الرميثة علم باعتقال وتحرير الشيخ شعلان أبو تشون يوم 30 حزيران 1920، فقابله وسلمه الرسالة، فكان جواب أبو تشون إن الرصاصة يلعلع أو إن الرصاصة يلعلع، وهكذا اندلع الكفاح المسلح. ولا بد أن نشير هنا إلى أن السلطة البريطانية حاولت إيقاف الثورة قبل انتشارها، فعقد حاكم الشامية يوم 7 تموز يعني بعد أسبوع اجتماعا مع قادتها، فكانت إحدى شروط قادتها أن تقوم السلطة البريطانية بالتفاوض مع زعماء الأمة العراقية في بغداد، هكذا جاء النص، بشأن تقرير مصير العراق، وهو مؤشر واضح على ارتباط ثورة العشرين بانتفاضة بغداد وقيادتها. أخيرا، إن النتيجة التي نخرج بها من هذا البحث هي أن قيام ثورة العشرين لم يكن مجرد اعتقال وتحرير أحد الشيوخ الوطنيين يوم 30 حزيران 1920، وإنما كانت نتاج حراك فكري وسياسي وعسكري قادته بغداد منذ مطلع 1919 ليتوج باتخاذ قرار اللجوء إلى الكفاح المسلح في مؤتمر الثورة، مؤتمر المشخاب يوم 29 حزيران 1920، واندلاعها في اليوم التالي 30 حزيران 1920. والسلام عليكم وشكرا لاستماعكم. شكرا للأستاذ الدكتور محمد طفر الأدمي على هذا العرض والتزامه بالوقت وعلى أهمية هذا البحث وما ذكره فيه، ونسأل الله تعالى أن ينفع بما قدم وما سيقدم. ننتقل إلى كلمة الشيخ علي عبد العزيز الجهوري من العراق وبحثه عن الخطابة والخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى التابعين له بإحسان إلى قيام يوم الدين. وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم شر الوباء والبلاء وأن يكتب لنا النصر على الأعداء. مبارك لكم هذا المؤتمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الثابتين على خطى من كان يسير في ثورة العشرين، ونحن اليوم في ثورة تشرين التي تلتقي في أهدافها ومبادئها مع تلك الثورة العظيمة. عنوان البحث: الخطابة والخطيب وأثرهما في ثورة الشعوب ونهضتها. لأن الخطابة تلعب دوراً كبيراً في نهضة هذه الأمم على كافة المستويات، سواء كانت دينية أو السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية، كونها وسيلة للاتصال المباشر بالأفراد عن طريق الإلقاء والمشافهة من أجل الوصول إلى غاية محددة. فقد كان للخطابة دور كبير في إنهاض أبناء هذه الأمة
وتعددت أماكن الخطابة على مستوى علماء الدين وعلى مستوى شيوخ العشائر وعلى مستوى القادة من أبناء الوطن. وأردت أن أسلط الضوء في هذا البحث على خطاب ألقاه الشيخ محمد الخالصي في صحن أبي الفضل العباس في كربلاء، ليبدأ من خلال هذا الخطاب بيان ما يجري وما جرى في العراق، وبالتالي دعوة هذه الأمة إلى رفع الصوت وإعلاء الكلمة لكي تنتصر إرادة هذه الأمة. في بحثنا هذا عندما نتطرق إلى هذا الخطيب لابد أن نسلط الضوء على شخصية هذا الخطيب ودوره السياسي والمراحل التي مر بها، كون هذا العالم الجليل قدم الكثير لهذه الأمة على المستوى الديني وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الجهادي. الشيخ محمد الخالصي رحمة الله عليه مر في ثلاث مراحل عبر حياته: مرحلة ما قبل النفي، والمرحلة ما قبل النفي من العراق بعد الجهود الكبيرة التي بذلها من أجل مقاومة الاحتلال وإفرازات الاحتلال، ثم مرحلة النفي التي استمرت من 1922 إلى 1949 في إيران، والمرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد النفي من سنة 1949 إلى حين لبى نداء ربه راضيا مرضيا سنة 1963. المرحلة الأولى التي بدأها الشيخ الخالصي كانت هذه المرحلة حافلة بالنشاط العلمي والثقافي والجهادي. أنا لكي ألتزم بالوقت سأمر سريعا على هذه المحطات وأقول أنه كان خطيب حركة الجهاد سنة 1914 عندما توجه إلى جبهات القتال على رأس كتائب المجاهدين الذين خرجوا من مدينة الكاظمية برفقة والده والسيد مهدي الحيدري، وكان خطيبا مفوها أوكلت إليه مهمة الخطابة بالعشائر العراقية وجمع المجاهدين وتوزيع الأسلحة عليهم. المحطة الثانية كونه خطيب ثورة العشرين، وهو الذي قرأ ما يعرف بيان الثورة سنة 1920. له محطة أخرى في موقفه من المعاهدة البريطانية وانتخابات المجلس التأسيسي سنة 1922، حيث كان قام الشيخ محمد الخالصي مع كل من السيد محمد الصدر ومحمد مهدي البصير وأحمد الشيخ داود وحمدي الباتشي وياسين الهاشمي ممثلين عن بغداد بإبلاغ فيصل والحكومة أن شروط الدخول إلى الانتخابات يجب أن تكون نتيجتها انتخابات حرة تؤدي إلى استقلال ناجز، وهو إعلان العراق بلدا مستقلا تام الاستقلال لا يشوبه أي تدخل أجنبي. كذلك تأسيس حزب سياسي تحت اسم الحزب الوطني العراقي سنة 1338 للهجرة، حيث واصل الشيخ محمد الخالصي عمله السياسي جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى رفض ومقاومة الوجود الأجنبي في أرض العراق، وكان من أعضاء هذا الحزب شباب كبيرة من أبناء الجنوب والوسط وكل أنحاء العراق. هؤلاء اجتمعوا من أجل موقف واحد، وهو إصدار فتوى بحرمة المشاركة في الانتخابات التي خطط لها الإنجليز لإمضاء صك العبودية وتقييد العراقيين بقيود الذل والهوى. كل هذا النشاط أدى إلى أن يصدر أمر بوجوب مغادرته من العراق أو أن يلقى القبض عليه، وربما يؤدي ذلك إلى إعدامه أو اغتياله. ولذلك قامت الحكومة وبأمر من المندوب السامي البريطاني بإرسال محمد حسين خان الكابولي ليلتقي بالشيخ محمد مهدي الخالصي ويبلغه بوجوب مغادرة الشيخ محمد الخالصي خلال 24 ساعة من العراق، وأن الحكومة العسكرية لا تصبر على بقائه في العراق دفعا للمخاطر. ولذلك أمره الشيخ الخالص الكبير بوجوب مغادرته العراق وأن يستمر وأن يتواصل بعمله الجهادي. يعني المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أنه لم يترك قضية العراق، رغم أنه غادر العراق مكرها و
تمكن من أن يكون الصوت الداعي إلى تحرير العراق وهو خارج أرضه مبعداً مرغماً، فكانت إيران محطة وجوده، ولكن هذا الوجود كان محطة إيجابية، ولذلك ارتفع صوت أبناء العراق في خارج العراق لكي يبينوا المظالم التي يعيشها أبناء الشعب العراقي تحت يد الإنجليز. منافع عديدة عاشها هذا الشيخ بسبب حركته الدؤوبة، حتى أدى الأمر إلى محاولة اغتياله لأكثر من مرة بإسكات صوته المطالب بحرية العراق واستقلاله. بعد عودته إلى العراق لم يسكت هذا الشيخ، وإنما تواصل في مسيرة العطاء والدعوة إلى التحرر والخلاص. عاد إلى العراق سنة 1949 وفي زمن الحكم الملكي، وبين مساوئ الارتباط بالخارج، ودعا إلى مشروع الوحدة الإسلامية، وكتب كتبا كثيرة بذلك، جسد في مؤلفاته وبحوثه وخطبه هذه الدعوة وأهمية هذه الدعوة، ومن ذلك كتابه البارز التوحيد والوحدة. فيقول في مقدمته: وقد أسميناه بهذا الاسم لأننا طلاب هذه الوحدة لا ننفك عن السعي إليها والعمل من أجل تمامها بما أوتينا من قدرة على العمل لتحقيق هذا الأمل. نصل إلى جوهر البحث، وهو خطاب ثورة العشرين. هذا الخطاب طبعا له دلالاته العلمية وله سماته الخاصة، لأننا نجد أن الخطابة لها مقدمات ولها امتيازات ولها أركان ولها ثوابت يجب أن يلتزم بها الخطيب، ويجب أن تتوفر في الخطيب صفات الشجاعة والبيان والصدق والتأريخ النزيه، هذا أمر مهم، وكل هذه الأمور هي التي تؤدي إلى نجاح الخطيب في أن يوصل فكرته إلى من يحاول إفهامه والسيطرة على مسيرته. ولذلك نجد أن للخطابة أركان ثلاثة: الخطيب بصفاته التي قلناها، والخطاب وهو الكلام الموجه للجماهير، والمخاطب وهم الجماهير. كل هذه نظر إليها الشيخ الخالصي وهو يتكلم مع ألوف محشدة جاءت لزيارة الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس في العشر الأواخر من شهر رمضان. هذه الأيام كانت أيام مباركة تصفى النفوس، يعيش الإنسان حالة الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلك تمكن الشيخ محمد الخالصي من أن يبين الهدف الذي جاء من أجله إلى كربلاء وعمل جاهداً من أجل إنهاض الثورة. كما تفضل الدكتور الأدهمي، هناك حراك جماهيري كان في بغداد أو في كربلاء أو في النجف أو في الحلة أو في سامراء أو في الأنبار أو في شمال العراق، الذي كنا نتمنى أن نسمع الأخ من شمال العراق يتكلم في ذلك، ولكن هنا أعود إلى الموضوع. أقول أن خطاب الثورة قدم لنا نموذجاً رائعاً لوعي الخطيب ودوره في إنهاض الأمم وثورتها. الشيخ محمد الخالصي بدأ بآية عظيمة، هذه الآية تقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. استطاع أن يوظف كلمة الأعلون توظيفا علميا وإيمانيا صادقا حتى يسير إلى هدفه. يقول افتتح شيخنا الخالصي خطابه بآية عظيمة فيها بشرى للمؤمنين الثابتين وهم يصارعون أعداء الله، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ بذكر الله تعالى فهو أبتر. وقد استخدم أسلوبا رائعا في رفع معنويات الجماهير وشحن هممهم، فهو أمام مهمة صعبة تحتاج إلى رجال يلبسون القلوب على الدروع ويتسابقون في ذهاب الأنفس إلى الله أو الفوز بالنصر على الأعداء. هذه الصفة والخاصية لا تتوفر إلا في رجال الإيمان الصادق، وإذا توفرت فإن العزة والفرج والرفعة هي النتيجة التي سيحصلون عليها. وبعد هذه المقدمة يضع الشيخ الخالصي سؤالا مهما أمام الجماهير، وهي: لماذا جاءت بريطانيا؟ هنا وضع الجماهير أمام هذا التساؤل في خطوة رائعة يبين فيها مخاطر ما جاءت به بريطانيا إلى هذه المنطقة، وهي تحتل مستعمرات كثيرة ودول كثيرة،
فهنا تحدث بلسان حال الحكومة في أنها تريد أن تجعل من العراق مقاطعة من مقاطعاتها ومستعمرة من مستعمراتها الكثيرة في ذلك الوقت، وأخذت تروج الاستفتاء حول آلية الحكم، وتحرك العملاء من أبناء هذا البلد، مع كل أسف بعض العملاء من أبناء هذا البلد، لرفع الصوت بالمطالبة بالوصايا البريطانية استجابة إلى التوجيهات التي صدرت إليهم، وأن تكون الحكومة التي تدير شؤون العراق حكومة بريطانية، على اعتبار أن العراق غير قادر على إدارة نفسه بنفسه من خلال أبنائه. وجاء بيان وعرض الحكومة البريطانية في ثلاث تساؤلات، وهي تحت باب تعطير الفكر أنها تجعل ممن يخاطب أمام ثلاث خيارات لا رابع لهما. التساؤل الأول، هل يفضلون أي أبناء الشعب العراقي دولة عربية واحدة تحت إرشاد بريطاني تمتد من حدود ولاية الموصل الشمالية إلى الخليج؟ وهنا يحاولون أن يدقوا اسفين الوتر القومي، دولة عربية باعتبار أن الدولة العثمانية كانت دولة محتلة، ويجب أن تتحرر الدول العربية من هيمنة الاحتلال العثماني. السؤال الثاني، هل يرغبون في أن يرأس هذه الدولة رجل عربي من أولي الشرف، في إشارة إلى الشريف حسين الذي كان قد تعاهد مع البريطانيين على العمل معهم وخان بذلك الدولة العثمانية التي كانت تغدق عليه بالهدايا والأموال والمناصب والجاه؟ السؤال الثالث، وهو من هو الرئيس الذي يريدونه بعد أن قالوا عربي من أولي الشرف؟ هم وضعوهم على سكة اختيار الملك فيصل، كون هذا الرجل قد طرح اسمه من ضمن الأسماء التي يراد أن تثبت. هنا لابد أن نؤكد على أمر مهم جدا، وهو أن الخطاب جاء لكي يرفض هذه الخيارات الثلاثة، ويؤكد أن الغطرسة والاستكبار البريطاني لن يستطيع أن يوقف مسيرة هذا الشعب في المطالبة بالتحرر والخلاص. وقال للناس: هكذا أرادت بكم تلك الدولة القاسية التي لا ترى غيرها في العالم، وتحسب صنوف البشر عبيدا أرقاء أذلاء لا يملكون لأنفسهم تجاه بريطانيا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة. ثم أراد أن يحرك. نعم. الوقت، جزاك الله خير. نعم شاء الله. هذا الخطاب نصل إلى مرحلة مهمة فيه، وهي أن الشيخ الخالصي أراد أن يصل إلى غاية وإلى هدف، وهو حركة الجماهير من أجل رفض المخططات البريطانية. وقال: لسنا دعاة حرب، ولكننا نرفض الذل والهوان وأن يتسلط علينا أعداء الله. وبذلك وصل إلى غايته، وهو أن الجماهير قد تحركت وهتفت هتافات متتالية: نفد العراق بأنفسنا وبأموالنا وبأولادنا. جاء هذا التحرك لكي يكون أمام الشعب العراقي ثورة مهمة نخرج بخلاصة من كل ذلك، أن المرجعيات الدينية وعلماء الدين لهم دور وأهمية في قيادة الشعوب، وأن قوة الشعب تزداد إذا وجدت قيادتها تعيش معها المحنة وتجاهد جنبا إلى جنب مع أبناء هذه الأمة في المقاومة وترفض الخضوع للظلم، أن الاحتلال لا يمكن في يوم من الأيام أن يقدم خيرا لشعب احتل أرضه ونهب ثرواته. كذلك للمنبر وظيفة مهمة لا بد أن توظف من أجل خدمة هذا الوطن وخدمة هذا الدين. استخدم الشيخ الخالص أسلوبا رائعا في خطابه، فوصل إلى غايته كما وصل أبناء العراق اليوم إلى غايتهم في إعلان الثورة العراقية في كل أرجاء العراق. بعد أن أوقفوا الثورة في المنطقة الغربية انطلقت الثورة والتظاهرات في جنوب العراق، وبعد أن كبلت هذه التظاهرات نرى اليوم بشائر هذه الثورة في شمال العراق، ويبدو أن تشرين سيكون تشرين الخير إن شاء الله، تشرين المطالبة بالحقوق والوقوف بوجه عوامل الفساد. نحن نستلهم من ثورة العشرين الدروس والعبر لكي تنتصر ثورة تشرين إن شاء الله. بارك الله فيكم وعذرا للإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يدعون إلى الخير ويعملون به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام، اسمحوا لي باختتام هذه الجلسة، والجلسات مستمرة، يعني نحن سنستمر بجلساتنا. أتيح المجال للدكتور
رافع الفلاحي لرئاسة الجلسة الثانية من جلسات هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاركين في هذا المؤتمر المهم عن ثورة 20 في ذكراها المئوية. علي أن أشكر كل الباحثين، بداية أشكر الدكتور عبد الحميد العاني الذي أدار الجلسة الأولى، وأشكر الباحثين الذين سيكون أأمل أن يكونوا معنا في هذه الساعة المباركة في هذه الجلسة الثانية. ولابد من القول أنه يعني الشكر أيضا إلى اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر اللي اختارت له عنوان مهم جدا، هو عنوان التكامل بين العمل الثوري والهوية الوطنية. العنوان معبر جدا عن قيمة هذه الثورة وغاياتها والمظلة التي كانت تستظل بها. التكامل بين العمل الثوري، كم من الأعمال التي بلا هوية أو بهوية سيئة، هوية طائفية، هوية إثنية، هوية ممزقة، لكن ثورة 20 تكامل فيها العمل الثوري، الفكر، الإعلام، الثوار، إرادة وفكر وتصميم وقدرات وعمل مع إطار شامل آمنوا به جميعا هو الهوية الوطنية. وكم نحن أحوج إلى هذه الهوية الآن، يعني منذ عام 2003 عام احتلال العراق لحد الآن، كم نحن بحاجة إلى هذه الهوية الوطنية. وهذا يعني مما يجعلنا نتفاخر بثورة 20، الثورة اللي مضت عليها 100 سنة وما زالت حية، ما زلنا نعقد من أجلها المؤتمرات ونستذكرها بكل خير، ونأمل ونحفز أبناء شعبنا في أن يقتدوا بها ويقودوا ثورة مثلها. هذا يعني فعل كبير الحقيقة لهذه الثورة، ثورة بعد 100 سنة كم كانت مؤثرة، كم كانت يعني ثورة لها خصوصيتها، كانت بداية العمل الثوري في يعني في زمننا الحاضر، في الزمن المعاصر للتحرر الحقيقة في جميع، ليس في العراق فقط ولكن في عموم المنطقة العربية والمحيطة بها. يعني ربما سأبدأ لاستغلال الوقت في يعني استضافة الباحثين. سيكون معنا مجموعة من الباحثين، ربما يعني أدعو الجميع من يكون يعني موجود يرفع اليد لكي يكون يعني قادرا على الدخول معنا في هذه الساعة. ربما الأستاذ الدكتور منسي شرموط محمد، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية العلوم الإسلامية جامعة الفلوجة العراق، إذا كان حاضرا يتفضل. الأستاذ الدكتور منسي شرموط محمد وبحث عنوان ثورة 20 وميادينها القتالية لواء الدليم نموذجا. أهلا ومرحبا بكم دكتور، تفضل. في بداية كلامي أشكر القائمين على عقد هذا المؤتمر القيم المهم في تاريخ العراق عن ثورة 20 في العراق في ذكرها المئوية. فملخص بحدي هو عن ثورة 20 وميادينها القتالية لواء الدليم نموذجا. فنقول يرجع النفوذ البريطاني في العراق إلى مطلع القرن 17 عند تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية، التي تحول نفوذها تدريجيا من تجاري إلى تجاري سياسي منذ الاحتلال الفرنسي لمصر في عام 1798، باعتباره يمثل تهديدا مباشرا لأسس أركان الإمبراطورية البريطانية في الشرق للخطر، وما تبعه من تهديدات دولية أخرى لمنطقة الخليج العربي، أشدها استفزازا الامتياز الألماني بمد سكة حديد بغداد برلين عام 1899 الذي مدد بعد إذن إلى الكويت، وما له من دلالات خطيرة على المصالح البريطانية
البريطانيه الخليج العربي بل الشرق عموما. فبدأ الأولى ثم تقدمت القوات البريطانية متجهة إلى البصرة، حيث حصلت مواجهة عنيفة مع القوات العثمانية المتجحفلة معها بدوافع دينية قوات متطوعي القبائل العراقية. ثم اتجه بعد إذن الغزاة إلى بغداد، إلا أن العراقيين واجهوها بالتعاون مع القوات العثمانية المتراجعة في عدة مواقع، أهمها كانت المواجهة الموجعة للبريطانيين في الكوت عام 1916 التي تكبدوا فيها خسائر فادحة في الرجال والمعدات. وعلى أثر ما تقدم وجه الضابط السياسي البريطاني بيرسي كوكس بإصدار بلاغ عسكري هدد فيه العراقيين من مغبة التعاون مع القوات العثمانية. من جانب آخر عدل الغزاة خططهم العسكرية لفترة ليست بالقليلة حتى أعادوا تقدمهم مجددا باتجاه بغداد، وأن هذه التهديدات التي أطلقها البريطانيون ضد العراقيين لم تمنع متطوعي القبائل من تقديم الدعم العسكري واللوجستي للقوات العثمانية المتراجعة. إن الغزاة لم يجدوا الطرق معبدة لهم، بل واجهوا مقاومة عنيفة في كل منطقة كانوا يمرون عليها أو بها، إذ برزت النخوة الوطنية والإسلامية على أشدها، ومنها في لواء الدليم، إذ قام الشيخ ضاري ظهر المحمود شيخ قبيلة زوبع المعروف بنزعته المعادية للبريطانيين قبل غزوه لبلاده، فكيف كان بعدها؟ إذ تعاون مع القيادات العسكرية العثمانية لا سيما مع نور الدين بيغ والي بغداد وقائد القوات العثمانية في العراق، ولكنهما بالرغم من ذلك لم يتمكنا من منع سقوط بغداد بيد الغزاة في 11 من آذار 1917، مما حدا بالشيخ المذكور بالتوجه غربا باتجاه الرمادي ليتعاون مع القائد أحمد بيغ أوراق لمنع تقدم الغزاة باتجاه لواء الدليم، إلا أنهما فشلا في ذلك أيضا، مما مكن المعتدين من احتلال الفلوجة في 22 من آذار 1917. تبعتها سقوط قاعدة الرمادي في 5 من تشرين الأول 1917، ثم احتلال مدن اللواء الواحدة تلو الأخرى إلى أن عقدت هدنة بوندرس في 30 من تشرين الأول 1918. فبدأت صفحة جديدة من المقاومة العراقية للمحتل الغازي لبلادهم. ففي الجبهة الغربية كانت طلعها في لواء الدليم، وبالتحديد في منطقة دير الزور السورية التي التحقت حينئذ مؤقتا بتبعية النفوذ البريطاني في أوائل كانون الأول 1918 لأسباب أمنية وسياسية. إلا أن تعسف السياسة البريطانية في العراق ووعد كل جهد سياسي وطني استوجب عودة دير الزور إلى حضن الحكومة الفيصلية في دمشق في سبيل اتخاذها قاعدة متقدمة لقادة المقاومة العراقية أعضاء جمعية العهد العراقي بعيدا عن السيطرة البريطانية. وتم ذلك فعلا في 11 من كانون الأول 1919، فخشي الجنرال أولمرت هالدن القائد العام للقوات البريطانية في العراق من تبعات تلك العودة على مستقبل تواجد قواتهم هناك التي كانت أولى نتائجها عليهم تزايد هجمات المقاومة لهم في لواء الدليم وخارجه، مما استدعى تعيين الكولونيل لاتشمان حاكما سياسيا على اللواء لخبرته الواسعة بالعشائر العراقية
ولقسوته في التعامل معهم، ولكن هذه السياسة لم تفلح في تحقيق الأمل المنشود منها، بل العكس أدت بإلحاق خسائر بشرية لعدد من قوات ليتشمان في غرب العراق، وازدادت المقاومة ضراوة بعد تولي قيادتها مولود مخلص حاكما عسكريا لدير الزور في 17 من كانون الثاني 1920، وبدعم عدد من شيوخ لواء الدليب المتعاونين مع عدد آخر من الضباط العراقيين الذين شجعوا قبائل اللواء وخارجه على الثورة في 30 من حزيران 1920، متخذين من دير الزور والبو كمال وراوة منطلقا لتحركاتهم باتجاه آنة وحديثة وهيت وغيرها باتجاه الشرق. وكانت إحدى ثمرات هذا التعاون المشترك أقدام الشيخ ضاري المحمود شيخ قبيلة زوبع على قتل الكولونيل ليتشمان في 12 من آب 1920. وهذا الحدث المهم أعطى عزما قويا للثوار في عموم العراق بكيلهم الضربات الموجعة للمحتلين، أفقدتهم صوابهم وحولتهم إلى وحوش كاسرة، مما أثر سلبا على عزم الثوار وأدى إلى انهيار جبهة لواء الدليم ومطاردة قادتهم لا سيما الشيخ ضاري وولديه وأتباعه الذين اضطروا إلى ترك بلادهم باتجاه ماردين في تركيا. ثم وقوع الشيخ ضاري بعد إذن بالأسر بالخديعة في قبضة القوات المحتلة في 3 من تشرين الثاني 1927 وإيداعه السجن حتى وفاته في 1 من شباط 1928. أن نهاية ثورة 1920 عسكرياً لم تكن نهاية الروح الثورية لدى العراقيين ومقاومتهم، وإنما أخذت أشكالاً أخرى بالرغم من اختلاف المحتل وزمن احتلاله، سواء كانت المقاومة عسكرية أو سياسية، والتي لا زالت متوقدة إلى يومنا هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شكرا للأستاذ الدكتور منصف شرموك محمد، حقيقة بحث كان مهم جدا. المنطقة الغربية كان لها مساهمة كبيرة في ثورة 20، ثورة الزوبع أيضا اللي جزء من هذا الإطار، وقادة الشيخ ضاري محمود رحمه الله كان لها دور كبير، واللي كان همزة الوصل بين الجنوب والشمال، وكان يعني يضخ على المنطقتين من المقاتلين والسلاح والعتاد. شكرا للأستاذ الدكتور منسي شرموط محمد اللي سلط الضوء على جزء من تاريخ العراق الحديث، جزء مضيء من ثورة 20 في ميادينها القتالية في الوادين الممتدجة. شكرا لكم دكتور وكل المستمعين الحاضرين. حياكم الله، بارك الله فيكم. أنتقل ربما إلى الأستاذ المساعد الدكتور نيفين مصطفى حسن سعد من جمهورية مصر العزيزة، إذا كانت موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بك دكتورة نيفين، ونتشرف بالإصغاء إلى تلخيص لبحثك الموسوم جهود النخبة المثقف والإعلاميين في ثورة 20. أهلا ومرحبا بك، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتوجه بالشكر للجنة المنظمة للمؤتمر على الموافقة لي للمشاركة في مؤتمر ثورة 20 في العراق في ذكرها المئوي، التكامل بين العمل الثوري والهوية الوطنية. عنوان الورقة البحثية جهود النخبة المثقفة والإعلاميين في ثورة 20. أتحدث في تلك الورقة عن دور الضباط الشريفيين والخطباء والشعراء والصحفيين ودور الجمعيات والنوادي للوقوف في وجه الاحتلال البريطاني أثناء ثورة 20. ثورة 20 شكلت في العراق اتجاها جديدا وفي حياة العراقيين بصورة خاصة، وذلك في الفترة المعاصرة، وهي لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة معاناة قاسية مر بها العراقيون في حياتهم، وزاد فيها ما لمسوه من المحتلين الجدد من خيبة أمل ومعاملة قاسية في كافة مجالات الحياة، مما أدى إلى الثورة المسلحة.
اصطدم الشعب العراقي في هذه الثورة مع قوات الاحتلال البريطاني بقوة السلاح، واستطاع الشعب العراقي إلحاق الهزائم البريطانيين وإرغامهم على الاعتراف بحق الشعب في التحرير والاستقلال وتقرير المصير. وهنا ظهر دور الوطنيين والزعماء الدينيين، ومنهم دور المثقفين الموجهين أصحاب التأثير على الشعب العراقي من الناحية السياسية، وبذلك أصبح في مقدرتهم تهدئة الشعوب نحوهم، وهم يملكون أيضاً زمام توعية الجماهير وتلقينهم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة أو عن طريق الأحاديث والمجالس وغيرها، وكان لهم دور المؤثر في الثورة، وهؤلاء كانوا أقدر على إثارة الشعب، كما التف من حولهم شعوبهم لنيل الحرية والاستقلال وطرد المحتل من البلاد. لعبت هذه الفئة المثقفة العراقية دوراً بارزاً في صنع الأحداث وفي إثارة الوعي الديني والوطني في نفوس العراقيين. قاموا بتحريض المواطنين العراقيين للوقوف في وجه المحتل البريطاني والمطالبة بالسيادة والاستقلال، كما أدوا دوراً مؤثراً تجلى من خلال نشرهم للوعي الثقافي في توحيد النظرة الوطنية ضد المحتلين الذين جاءوا إلى العراق بغير رضا أهله ولا بدعوة منهم. وأدرك المثقفون العراقيون وحدهم هذه الحقيقة، حقيقة المحتلين الذين لم يجلبوا للعراق إلا الشر والضياع وفقدان الهوية الوطنية وطمس معالم العقيدة الدينية. أسهم المثقفون العراقيون في القضية الوطنية بمختلف أجناسهم وألوانهم، وجاء دورهم واضحاً في الفتاوى والمراجع الدينية والخطباء والشعراء الذين أثاروا حماس الجماهير وجددوا عندهم الأمل بالمستقبل والثقة بوطنهم وعقيدتهم الدينية. وعندما نذكر تلك الفئة المثقفة يأتي أولاً دور الضباط الشريفين، وهم الضباط العراقيين من خريج المدارس العسكرية العثمانية، وهم خدموا في الجيش العثماني ثم انضموا إلى الشريف حسين وأبنائه إبان الثورة العربية عام 1916. هؤلاء هم الذين هيمنوا على الدولة العراقية في العهد الملكي، وكان في سوريا عدد كبير منهم من الضباط والموظفين العراقيين الذين كانوا في خدمة الحكومة الفيصلية. ولما سقطت تلك الحكومة على أثر معركة مايسلون فقدوا وظائفهم وصاروا الكثير منهم في ضيق من العيش الشديد. وكان أولهم جعفر العسكري، أول من عاد منهم إلى العراق تولى وزارة الدفاع، وصار جعفر العسكري يدعو دائما في مجلس الوزراء لعودة الباقين من الضباط العراقيين ولكي تبذل الحكومة مساعدتهم في هذا الأمر، وذلك لسوء حالتهم المعيشية ولحاجة العراق إلى خدماتهم من الجهة الأخرى، واستطاعوا بالفعل تقديم الخدمات إلى العراق والمساعدة إلى الشعب العراقي والتفافهم من حوله. يأتي بعد ذلك دور الخطباء والشعراء في تأليب الرأي العام العراقي ضد المحتلين، وكان دورهم من أشد أدوار الفئة المثقفة العراقية نشاطاً، إذ كانوا يمثلون الجزوة الحرة التي لا تنطفئ ولا يمكن إخمادها، فساهموا مساهمة فعالة ومباشرة في إسكاء روح النقمة والسخط ضد البريطانيين سواء قبيل الثورة أو في أثنائها أو عند إحياء ذكرها في كل عام. وفيما كان التحضير للثورة يمضي قدما، كانت القصائد والخطب الثورية الدافع المحرك لغضب الجماهير ضد المحتلين. فكان بعض الخطباء والشعراء أمثال محمد مهدي البصير ومحمد حبيب العبيدي وغيرهم يتنقلون بين المدن والأرياف ويحثون العراقيين على المقاومة، كما أصبحت بعض الجوامع في بغداد مراكز لبث الوعي الوطني، وكان أيضاً الزعماء السياسيون يعقدون فيها الاجتماعات التي مهدت للثورة، ويلقي الخطباء خطبهم الحماسية وينشط الشعراء فيها قصائدهم الوطنية التي تحرض المواطن العراقي على القيام بالثورة والمواجهة ضد المحتلين. ولم يكن ذلك في بغداد فقط، بل شمل سائر أنحاء العراق ومدن الفرات الأوسط والنجف وقربلاء، كما كان لقصائد الشعراء التي ألقيت تمهيدا للثورة أثر وواقع كبير في نفوس العراقيين، ومنها قصيدة للشاعر عيسى عبد القادر الأعظمي التي أصرت في نفوس الإنجليز مما أثار حفيظتهم فأصروا القبض عليه واعتقاله في دائرة الشرطة. ظهر أيضا من الشعراء الذين برزوا بشكل مؤثر في ثورة العشرين محمد مهدي البصير، فقد كانت قصائده تساهم بصورة فعالة في إسكاء الفروسية في نفوس الثوار، فهو شاعر الثورة وخطيبها ومؤرخها، ألف كتاب القضية العراقية، وهذا يعد مصدرا مهما للباحث في أحداث ثورة العشرين ووقائعها.
وله ديوان شعر ضمنه قصائده الثورية التي نظمها قبيل الثورة وفي أثناءها وأسماه البركان. نستطيع من عنوان هذا الديوان أن نعرف الدور المميز الذي قام به البصير في تفجير بركان الثورة ضد المحتلين البريطانيين. أيضاً مقطوعته لبيك يا وطن تهيب العراقيين أن ينهضوا بأنفسهم للدفاع عن وطنهم وتربط بلادهم، معرضاً بغدر المحتلين البريطانيين بالعرب وفي وعودهم التي قطعوها للعراقيين ومساعدتهم في بناء دولة مستقلة، إلا أنهم نقضوا عهدهم وتنكروا لمواثقهم. نذكر أيضاً محمد رضا الشبيبي، فقد تميزت مواقفه الوطنية بالجراءة والمواجهة منذ شبابه، جمع بين الخطابة والشعر وأذابهما في المسيرة الوطنية، وقد رشح الشباب المثقفون الشبيبي ليكون عنهم مندوباً إلى الملك حسين بن علي شريف مكة في مطالبهم التي منها أن يكون أحد أنجاله ملكاً على العراق. مثلت قصيدة الشبيبي موقفاً وطنياً ودافعاً قوياً للحركة الثورية في العراق، وأسهمت بلغرة الموقف الشعبي للفئة المثقفة العراقية، إذ عبر الشبيبي من خلال قصائده عن وطنيته وعن موقفه الشجاع بدعوته إلى إقامة الحق بالسيف لا بالجدال والنقاش. لم نقف عند هذا الحد أدوار الكتاب والمثقفين، فنرى أيضاً دور الجمعية العربية العراقية هي الأخرى تحتج على إجراءات سلطة الاحتلال التي تقضي بمنع إصدار صحف وطنية حرة وترسل احتجاجاتها في مذكرة إلى مؤتمر الصلح في فرساي 15 أيلول 1919. وذكرت في إحدى المذكرات الاحتجاج قول نحتج على منع الكتاب من إنشاء صحف سياسية واجتماعية. كذلك عزز موقف الفئة المثقفة احتجاج حزب العهد في الموصل المرسل إلى مركز الحزب في دمشق في 30 تشرين الثاني 1919. قالوا فيه وقد منعت السلطة المحتلة إصدار الجرائد الوطنية السياسية منعاً باتاً، فلا يوجد الآن في جميع العراق سوى الجرائد الرسمية. وعندما عقد المندوب المدني اجتماعاً عاماً مع رؤساء العشائر في الشامية يوم 30 تموز 1920 طالب الثوار هنا بإطلاق حرية الرأي، وجاء المطلب الثاني في المذكرة التي قدمها مندوب بغداد إلى مندوب المدني معبراً عن رأي المثقفين في إطلاق حرية الصحافة فوراً ليستطيع الشعب التعبير عن شعوره الوطني ويشرح مطالبه واحتياجه. واجه المثقفون العراقيون سلطة الاحتلال، وعندما أحسوا أنه من المتعذر بل من المستحيل موافقة المحتلين على إصدار الصحف الوطنية التي تعبر عن أمال الشعب العراقي في بناء دولة وطنية مستقلة، فبادروا وتبعوا المنشورات بالدعوة إلى القيام بالثورة. وكانت المنشورات الحزبية ترسل تحت جنح الظلام وبأساليب مختلفة. واستمر دور المثقفين العراقيين من كتاب وصحفيين بإصرار على مواصلة الجهاد الوطني ضد المحتلين من خلال المنشورات السرية والصحف الواردة من دمشق وغيرها. عام 1920 تأسست أيضاً هيئة تنسيق نشاطات حرس الاستقلال والمنظمات الدينية وشيوخ القبائل، ودعيت بمكتب الثورة، وأخذ المكتب على عاتقه توزيع النشرات السرية والصحف الواردة من خارج العراق، ثم تطور هذا المكتب إلى أن أصبح علنياً باسم الحزب الوطني. وقد أدى دوراً مهماً خلال الثورة في توزيع النشرات التي يقوم بتنظيمها الشيخ محمد باقر الشبيبي، وتتضمن سير المعارك في مختلف ميادين الثورة. من أهم الأدوار التي مارسها المثقفون الوطنيون في الإعداد للثورة هي متابعة حركات البريطانيين في كل مكان ونشر مساوئهم، لا سيما ما يتصل بالضرائب التي فرضوها على المدنيين والعشائر بدون إنصاف. فقد فرضوا ضرائب مضاعفة عن ما كان يتقاضاها العثمانيون، وقد عمل زعماء الحركة الوطنية على نشر هذه المساوئ بين رجال الشعائر وسكان المدن، وربما كانوا يهولون في بعضها في بعض الأحيان لزيادة النقب على المحتلين. كانت الصحف والمجلات والجرائد التي أصدرها عدد من المثقفين العراقيين تؤدي دوراً كبيراً في التاريخ السياسي والفكري للعراق بما قدمته من أفكار وآراء ومعطيات سياسية ساهمت في دعم الحركة الوطنية في العراق، كما ساهمت هذه المجلات والجرائد في نشر الوعي الوطني والقومي لدى العراقيين، كما كشفت لهم الحقائق عن بشاعة الاستعمار وضرورة إخراج المحتلين من بلادهم. شكراً لكم على حسن استماعكم.
شكرا للاستاذ المساعد الدكتور ميبين مصطفى حسن من الشقيقه مصر. شكرا جزيلا مره اخرى. لكن علينا ان نقول بالتأكيد أن كل المناضلين، كل الذين جاهدوا في ثورة العشرين خرجوا من بيوت فيها أمهاتهم، فيها أخواتهم، فيها بناتهم، فيها زوجاتهم، وكل هؤلاء النسوة العراقيات كلهن يعني دعمن الثوار وكانوا مساندين للثوار، وإن لم يذكر التاريخ أسماءهم ربما، لكن عموما المرأة العراقية مشهود لها في دورها النضالي، في دورها، في حبها لوطنها، في تربيتها لأجيال من الوطنيين، من المناضلين، من المجاهدين في العراق. لم يبقى لي إلا أن أشكركم شكرا جزيلا، وأترك المنصة لأخي الأستاذ الدكتور جاسم الدليمي لكي يرأس الجلسة الثالثة. تفضل دكتور جاسم، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الحضور الكريم، يشرفني أن أكون أن أدير الجلسة الثالثة لمؤتمر ثورة العشرين في ذكراها المئوية القائم تحت شعار التكامل بين العمل الثوري والهوية الوطنية. وأشكر لزميلي السابقين الذين أدارا الجلسة الأولى والثانية، الأخ الدكتور عبد الحميد العاني والأستاذ الدكتور حميد الفلاحي، وبالتأكيد قاما بجهد طيب في إدارة الجلستين، فضلا عن التعليقات والتعقيبات التي أبدياها تجاه هذه الثورة العراقية الأصيلة. وكما تعرفون جميعا أن الثورة العشرين هي ثورة عراقية في الوجه والمعنى والشكل والمنبت والإنجاز، وهي فعل حضاري أنجزه العراقيون في لحظة تاريخية تستمد أصالتها من عمق التاريخ العراقي والحضارة العراقية القائمة، حضارة بابل وآشور وسومر وأكد، وحضارة العراقيين جميعا الذين تغذوا بماء دجلة والفرات، والذين استمتعوا بهواء كردستان العظيم. هذه الثورة التي أنجزها رجال أشداء أبطال، هي ثورة رجال وهم رجال الثورة. بالتأكيد كان لهم وعيهم الحضاري المتقدم إزاء ما أحل بالبلاد وما يصنعه المستعمر البريطاني، وكانت الحاجة إلى الفعل الثوري قائمة. دواعي ومقدمات ودوافع وأسباب الثورة كثيرة، لم تكن يعني هي حادثة هنا أو هناك هي التي فجرت الثورة، بقدر ما كانت تراكم بالفعل الثوري الذي يحتاج إلى إنجاز وأن تتفجر طاقات الإنسان العراقي في هذه الأرض، وفجرها بثورة عارمة شمالا وجنوبا ووسطا. وكانت بغداد هي أم العراقيين جميعا، ولا زالت بغداد أم العراقيين، بل أم الثائرين بغداد. وإذا كان شعلان قد أشعلها والضاري قد أضرم نارها، فالحفيد قد أنارها بجراحه، والجميع ساهم بما بإمكانيات كانت متواضعة أو واسعة. كي لا يعني أحاول أن أستثمر الوقت في هذه الجلسة. دكتور زين العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لكل القيمين على هذا المؤتمر، وسعدني أن أشارك إلى جانب ثلة من الباحثين في هذا في الذكرى المئوية لهذا الحدث العظيم الذي شكل نقطة مهمة في بناء الدولة الوطنية في العراق، وهو ثورة العشرين. إذن مداخلتي هي حول ذاكرة ثورة العشرين ودورها في بناء الدولة الوطنية في العراق والمشرق العربي، حيث سأحاول بإيجاز أن أتدخل من خلال إلقاء الضوء على تصورات الذاكرة الجمعية والتاريخية حول هذه الثورة ودورها البارز في نمو الشعور القومي في هذا البلد الشقيق وجواره بالمشرق العربي، وكذلك مساهمتها في إذكاء الوعي الوطني ومقاومة النفوذ الأجنبي في مجموعة من المحطات المهمة
من تاريخ العراق المعاصر، حيث امتدت هذه الثورة مرتكزا مهما في نشأة الدولة العراقية الحديثة، لكونها ساهمت في لم شمل كل العراقيين في مواجهة الاحتلال البريطاني، وأثرت في المحيط العربي من حيث بعث روح النهضة النهضة القومية العروبية وتشجيع على مقاومة المحتل. هذه الذاكرة التي لا زالت حاضرة ويمكن استثمارها كأرضية لإعادة بناء هذا الشعور القومي الوطني، خصوصا وأننا نشهد في العقود الأخيرة عودة النزعة الطائفية وانتشار الفساد، وهذا النموذج الذي يجب أن يحتذى حاليا داخل العراق أو في الجوار من أجل تحسين المناخ السياسي المحلي والعربي والإقليمي، وبالتالي منحه فرصة للتقدم والازدهار. إذن البحث هو يرتكز على ثلاث نقاط رئيسية. إذن أولا ذاكرة ثورة العشرين العراقية على المستويين الجمعي والتاريخي يعني العلمي، ثم ثانيا دور ثورة العشرين في بناء الدولة الحديثة بالعراق وامتدادتها بالمشرق العربي، ثم المحور الثالث هو استلهام تجربة ثورة العشرين في بناء الدولة الوطنية في العراق والمشرق. إذن أول محور هو ذاكرة ثورة العشرين العراقية على المستويين الجمعي والتاريخي. إذن هذه الثورة بصمت الذاكرة الجمعية العراقية إلى يومنا هذا من خلال التمثيلات التي تجسد لدى شرائح مختلف الشعب العراقي حول هذه الثورة، حيث استحضروا في أذهان معظم المجتمع المحلي كحدث مبارك جاء رفض الاحتلال الأجنبي البريطاني، وكحدث دال على قوة الروح الوطنية، حيث أنه أسس المجموعة من التطورات الإيجابية التي خلقت وطنا تغيب فيه الطائفية وتوحد من خلاله مختلف فرقاء هذا المجتمع، معلنة هذه الثورة عن نهاية الشرذم المذهبي وانطلاق حقبة جديدة، يعني بحكم أنها تم إشعالها من طرف القبائل الشيعية وانضمت إليها القبائل السنية وكذلك المناطق الكردية، وهو ما يعني ترسخ من خلال ثورات وحركات سياسية مثل حركة سنة 1941 لرشيد الكيلاني وحركة أو توبة 1948، وكذلك ثورة سنة 1958 إلى غاية قدوم الاحتلال الأمريكي الذي يعتبره مختلف أو تعتبره مختلف شرائح يعني الشعب العراقي حادثا عاملة على إحياء جدوى الطائفية الخامدة في العقل الجمعي. أما على المستوى العلمي والكتابات التي تناولت هذا الحدث من مؤرخين وباحثين سواء محليين أو أجانب، فقد اختلفت نظرة هذه الكتابات، بحيث أن البعض اعتبرها ثورة مهمة في بناء العراق الحديث ونظامه السياسي من قبيل حنا بطل، الذي رغم أنه اعتمد على خلفية ماركسية في التحليل، فيما اعتبره البعض الآخر أنها أو قلل من قدر هذه الثورة ومدى مساهمتها على اعتبار أنها خلقت دولة منغمسة في الولايات والطائفية مثل علي الوردي الذي اعتمد في دراسته على الفكر الاجتماعي وعلى بعض الإنجازات بعض علماء الاجتماع، فيما ذهب آخرون إلى بعض المواقف الشاذة والتي لا تعتمد على أسس موضوعية مثل الحسن العلوي الذي سار باتجاه الحسم بأن النظام العراقي الذي ولدت أو خلفته الثورة هو بعيد عن الوطنية، وقد جاء مؤيدا للإنجليز ومناهضا للشعار، على الرغم من أن هذا التصور هو مجانب للصواب لكون التبعية للمعسكر الإنجليزي كانت في تلك الفترة لا محيد عنها، إلى جانب أن الطبقة الإقطاعية تشكلت من السنة والشيعة وكما ضمت فئة الأعيان وزعماء عناصر كردية، إلى جانب باحثين أجانب يعني رغم اعترافهم بأن هذه الثورة أسست للقومية العراقية، إلا أن هذه يعتبرون أن هذه القومية لم تستمر طويلا، كما كان هناك تضارب حول المفاهيم ما بين التمرد والثورة والعصيان، حيث اعتبرتها بطبيعة الحال الأدبية البريطانية هي حدث يدل على التمرد والعصيان،
وهناك قلائل من ذهب إلى الانتفاضة والثورة، على سبيل المثال كتابات توماس ليل، بينما بطبيعة الحال على المستوى الإقليمي والعربي اختلفت التسميات ما بين الثورة والانتفاضة والوتوة. وقد حاول أيضا الاستعماريون تشويه هذا الحدث، ومن بينهم أو على رأسهم بطبيعة الحال الحاكم المدني العراقي الذي كان في هذه الفترة هو الكولونيل أرنولد ويلسون، كما تضاربت بطبيعة الحال آراء ما بين الماركسيين وغيرهم الذين اختلفوا في توصيف هذه الثورة وتفسيرها. على مستوى المحور الثاني وهو دور ثورة 20 في بناء الدولة الحديثة بالعراق وامتدادها بالمشرق العربي، بطبيعة الحال كما هو معروف كان لهذا الحدث دور بناء في تأسيس الدولة الوطنية، حيث كانت له أهمية خاصة في تاريخ العراق الحديث، لأنها شكلت مناسبة لإعادة رسم العلاقات السنية الشيعية وتكريس الحالة الوطنية على حساب التعصب الطائفي، إذ أنها ساهمت في ترسيخ فكرة الوطنية العراقية حتى قبل تأسيس الدولة المعاصرة. فقد كانت هذه الثورة أول حدث في تاريخ العراق يشارك فيه العراقيون بمختلف فئاتهم وطبقاتهم، بحيث ساهمت فيه جميع الفئات والمكونات الطائفية والعرقية بما فيها الكردية والتركمانية وجميع كذلك المستويات الطبقية وسكان المدن والأرياف في مواجهة عدو مشترك وهو الاحتلال البريطاني. حتى الأجانب أنفسهم رصدوا هذا الجانب أو هذه المسألة، على اعتبار أنها الثورة كانت فعلا وطنية، انطلقت بفعل الأجواء القومية التي مهد لها الوطنيون العراقيون في ذي الأجواء إقليمية، دعوة شريف مكة الحسين بن علي، ظهور كذلك أنشأت الحكومة العربية المستقلة في سوريا بزعامة الأمير فيصل، والتي كان جزءا منها الضباط العراقيون الذين أنشأوا حزب العهد العراقي في دمشق، كذلك التأثر بالحركة القومية التركية، إلى جانب نقوص الوعود البريطانية بتحقيق آمال العرب في التحرر، والمبادئ 12 التي و14 التي أطلقها الرئيس الأمريكي ويلسون في نهاية الحرب العالمية الأولى. إذن رغم أن شرارة يعني بعد شرارة يعني شرارة انطلاق الثورة سوف تزحف العشائر على منطقة الفرات الأوساط، ثم سوف تنضم العفار وأنحاء الموصل وغيرها في انسجام وتنسيق تام يعني وناجح ما بين مختلف المكونات العرقية والاجتماعية بإعاز من أو بتنسيق ناجح كذلك ما بين الأحزاب الوطنية وقيادات العشائر، حيث أن هذا أو هذه الثورة جاءت بكيان العراق الحديث إلى الوجود، وفتحت أمامه آفاق جديدة في التقدم والتطور، وهو ما يعني ترسخ أو ظهر في محطات موالية من خلال رفض معاهدة سنة 1930 مع الجانب البريطاني، وكذلك التفاف الجماهير السنية والشيعية حول حركة رشيد علي الكيلاني رغم أنه سني المذهب سنة 1941 في مواجهة أو في توجه المعادي لبريطانيا، وكذلك انتفاضة الجماهير العراقية في بمختلف أطيافها في وتبة سنة 1948 وثورة 1958 التي أسقطت النظام الملكي وغابت معها بشكل شبه مطلق المسألة المذهبية. وقد دل الوضع على ما هو عليه حتى خلال كما يعني عايشنا خلال حرب الخليج الأولى ما بين العراق وإيران، حيث أن غابت التخندقات المذهبية رغم أن معظم تشكيلة الجيش العراقي كانت من الشيعة. نعم الوقت سيارة على انتهاء، باقي لك دقيقة واحدة تقريبا، دقيقة واحدة لو سمحت. إذن كذلك كانت هناك تأثير في هذه النقطة، تأثير المتبادل أو تأثير ديال تأثير ثورة العشرين في المشرق العربي من خلال نموذج
سوريا، حيث كان تأسيس حزب العهد في الجانب السوري، وكان هناك كذلك تأثير من خلال أحداث دير الزور، وبل هناك من يذهب بأن أحداث ميسالون كانت هي مرافقة لأحداث الثورة في العراق. أذهب بشكل مستعجل إلى المحور الثالث، وهو ضرورة استلهام تجربة ثورة 20 في إعادة بناء الدولة الوطنية في العراق والمشرق العربي. إذا بطبيعة الحال النظام الطائفي الذي خلقه الاحتلال الأمريكي منذ 2003 وما نتج عنه من صراعات ونعرات مذهبية وكذلك انتشار كبير للفساد وانهيار الدولة الوطنية في العراق لن يكون إلا باستحضار التمثلات إلى هذه التمثلات التي أو الذاكرة التي تركها هذا الحدث العظيم في تاريخ العراق، وهو ما يعني ترصده مجموعة من الأبحاث واستطلاعات الرأي بأن العراقيين يرغبون في التخلص من هذا النظام الطائفي والذي خلقه الاحتلال الأمريكي وعدم ثقتهم في هذا النظام، وضرورة يعني كما قلت استلهام واستحضار كل المثل السامية والمثل القومية والمثل الوطنية التي تركتها ثورة العشرين من أجل إعادة اللحمة وإعادة بناء الدولة الوطنية وتجاوز هذه النعرات الطائفية التي تجادل حاليا في المنطقة سواء في سوريا وفي لبنان، لأن هذا هو الحل الأنسب لصفاء الأجواء السياسية وتحسن الأوضاع الاجتماعية سواء في العراق وفي المنطقة. وفي النهاية أتقدم بالشكر لرئيس الجلسة ولكل المنظمين وأستسمح على الإطالة. شكرا لك أخي وبارك الله فيكم على هذه القراءات والقراءة الأصيلة لجوانب مشرقة في تاريخ ثورة العشرين. وكما تعلمون أن نحن نقف اليوم بين يدي المئة عام التي مضت على هذه الثورة العظيمة. مضت مئة عام ولم يمضي رجالها، نعم قد مضوا بقلوبهم البيضاء وبوجوههم البيضاء ليلقون ربا كريما عظيما، ونرث نحن عنهم بطولاتهم ونرث عنهم مروءاتهم العظيمة. هذا هو حال الشعوب الحية، والعراق ليس بدعا بين الشعوب، إنما هو شعب حي أصيل. ربما الشعوب الحية والأصيلة تكبو تنكسر في لحظة تاريخية معينة، لكن لن تموت أبدا. أصالة العراقيين وشعب العراق لن يموت أبدا، وإن مر بلحظة سكونية لحظة سكون تاريخي، لكنه لن يخرج عن التاريخ أبدا، أي لن يعيش لحظة خالص التاريخ، يبقى في عمق التاريخ، في قلب التاريخ، في قلب الحدث. بغداد لن تغيب عن التاريخ، بغداد هي صانعة التاريخ، والعراقيين هم من يصنعوا التاريخ ويتعالون على جراحاتهم وعلى انكساراتهم وعلى ضعفهم في لحظات ما. لن يعرف العراقيون هذه المسميات اللونية بمناطقيتها أو طائفيتها أو قوميتها أو عرقيتها، هم عراقيون في الروح والمنبت والمنشأ والوجدان والضمير والعيش واللقمة والضحكة والأغنية وكل ما تنتجه أرض العراق وكل ما ينتجه الرافدان دجلة والفرات وكل ما تنتجه جبال كردستان وهوى كردستان وعذوبة تربة العراق. طبعا الأستاذ الدكتور عدنان القطان يعتذر عن إلقاء بحثي لإصابتي بوعكة صحية، ويعني كلفني أنا بإلقاء موجز عن بحثي، وبحثه موسوم بالاستشراق الروسي وثورة 20 في كتابات المستشرق الروسي كوتلوف. أحاول أن أستثمر الوقت بأن أتجاوز المقدمات التي تناولت مقدمات وإرهاصات ثورة 20 والأسباب والمسببات والدوافع، لأمضي إلى أن كما ذكر في المدخل تعد الرحلات وكتابات الرحالة مصدرا مهما من مصادر دراسة التاريخ، ولهذا النوع من التوثيق قدر على سد كثير من الثغرات مما سببت إشكالات واضحة في الدراسات التاريخية، ومن ثم برز الاهتمام بشهادات وانطباعات الرحالة وملاحظاتهم التي سجلوها في رحلاتهم للمناطق التي يمرون بها
لما تضمنته هذه الكتابات من فوائد ومعلومات تاريخية واجتماعية وتراثية، فأخذ هذا النوع من التدوين حيزا واضحا في كتابة التاريخ، خصوصا من التدوين لا يقتصر على دراسة صاحب الرحلة والمناطق التي جابها، بل يسجل أيضا الوضع الإقليمي الدولي المعاصر لتلك الرحلة لإيجاد تصور اشتمل على ناحية سياسية لتأثيرها المهم عند الرحالة. ما يهمنا من الرحلات الروسية التي تتابعت وتشعبت نتائجها وتوزعت دوافعها وبلغت أوجها في الفترة الممتدة من النصف الثاني من القرن السابع عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر، الذي جاء متزامنا مع النشاط الفرنسي في العراق في سبعيات القرن التاسع عشر. في ذات الوقت تنام الدور البريطاني الذي اعتبره الروس حجر عثرة لتحقيق حلم روسيا في الوصول إلى المياه الدافئة. من هنا لم يخرج العراق من اهتمامات المستشرقين الروس، إذ ظهرت بعض العناوين ورسائل وأطارح جامعية وبحوث علمية حملت عناوين عن العراق. وليس من قبيل الصدفة أن يولي المستشرقون الروس اهتماما خاصا بأحداث ثورة العشرين التحررية، وظهر ذلك جليا بعد قيام ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا عام 1917 المعروفة بثورة البلشفية وتكون الاتحاد السوفيتي، فكتب عنها مؤلفات منها أطارح دكتوراه ورسائل ماجستير أو كتب أو موسوعات أو بحوث أو مقالات. إلا أنها ذروة اهتمام الاستشراق الروسي بثورة 20 جاءت من خلال أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها ليف نيكولاي بيتش كوتلوف لنيل شهادة الدكتوراه، والتي كانت بعنوان الانتفاضة الوطنية التحررية في العراق عام 1920. وقد تولى الدكتور عبد الواحد كرم ترجمة أطروحة كوتلوف إلى اللغة العربية تحت عنوان ثورة 20 التحررية في العراق، وصدرت عن دار اليقظة عام 1971، وأعادت دار الفارابي طبعها بطبعة ثانية عام 1975. طبعا يتناول الكتاب التعليم بالاستشراق ومراحله ودوافعه، و يعني ما معنى او مفهوم الاستشراق، وخلاصته انه هو دراسة كافة البنى الثقافية للمشرق من وجهة نظر غربية، والاغلب هو دراسة الشرق في العصر الاستعماري ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. دوافع الاستشراق عديدة، منها الدافع الديني، الدافع الاستعماري، الدافع التجاري، الدافع العلمي. البحث ركز في المحور الثاني على العراق في دائرة الاهتمامات الدراسات الاستشراقية الروسية. على الصعيد السياسي تناول نشاط فرنسا السياسي في العراق منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، وحيث لم يكن هذا الاهتمام بحال من الأحوال انفراد بريطاني وسيطرته على المنطقة، وقد تزامن مع انحسار النفوذ الفرنسي مع ظهور عدو جديد منافس خطير لبريطانيا في العراق. ويتبين أن روسيا القيصرية قد بذلت جهودا منذ بداية القرن التاسع عشر من أجل تحقيق حلم ساستها في الوصول إلى المياه الدافئة، ذلك الحلم الذي مثل واحدة من أهم ركائز تحقيقه. وبناء على ذلك فقد كان للقناصر الروس في العراق جهودا واسعة في هذا المجال، فقد كان للروسي بعض التحركات السياسية تجاه العراق في وقت مبكر من القرن التاسع عشر، فكان لهم يد في المؤامرات التي دبرتها ضد الوالي سعيد باشا عام 1913 إلى عام 1917 من أجل عزله. تفاصيل كثيرة في دور الروس، من أهمها رأت روسيا ضمن اهتماماتي أن يكون لها تمثيل دبلوماسي في العراق، فتأسست عام 1881 أول قنصلية روسية في بغداد، وتم فتح قنصلية روسية بالموصل عام 1883 وقنصلية في البصرة عام 1901. وأوكلت الحكومة الروسية إلى قناصلها في العراق المهام السياسية التي تمثل في مقاومة وعرقلة النشاط والنفوذ الإنجليزي من جهة، ورعاية النفوذ الروسي وتثبيته من جهة أخرى. وبالفعل بذل قناصر روسيا في العراق جهودا كبيرة على المستوى السياسي، استطاعوا من خلال تهديد النفوذ الإنجليزي والدخول معه في منافسة جديدة وصراع مرير شغل أذهان ساسة الإنجليز لفترة طويلة ممتدة بين 1898 و 1903. تولى شؤون القنصلية الروسية في بغداد سيد كورجروف الذي كان لديه أعداء شديدين لكل ما هو إنجليزي، عداء شديد لكل ما هو إنجليزي، وقد كان هذا القنصل واحدا من أقدر القناصر الروس وأكثرهم نشاطا، فقد كان كما وصفه لويمر الأداة المختارة لتنفيذ السياسة الروسية في هذا الجزء من العالم. في المجال إلقاء الضوء على ثورة العشرين في كتاب المستشرق الروسي كوتلوف، كانت ذروة اهتمام الاستشراق الروسي بثورة العشرين من خلال أطروحة العلمية التي تقدم بها كوتلوف لنهاية شهادة الدكتوراه بعنوان الانتفاضة الوطنية التحررية عام 1920 في العراق. لكوتلوف العديد من المؤلفات، منها نشوء حركة التحرر الوطني في المشرق العربي أواسط القرن التاسع عشر، والنضال التحرر الوطني في العراق قبل انتفاضة 20،
وأيضا هذا الكتاب. خلال مقدمتي يتولى كوتلوف استعراض أهم المصادر المتعلقة بتاريخ العراق خلال تلك الفترة وكتابته للأطروحة، وقد اعتمد على كثير من المصادر، منها ما يعني هو كتب بأقلام روسية ومنها ما كتب بأقلام عربية أو عراقية. سنحاول بشكل سريع استعراض بعض المصادر تطرق إليها البحث حول ثورة 20، من أهمها عن ما كتبه إيرلاند في مؤلفه عن العراق الموسوم بالعراق دراسة في التطور السياسي، والكثير من ما تناوله يعني بتفاصيل عن وضع العراق في تلك المرحلة. كما أيضا يتحدث عن البريطاني لون غريك بمؤلفه الموسوم العراق سنة 1990-1950. ويبدو أن كوتلوف تبنى نظرة سلبية للثورة الشعبية الموجهة ضد الاستعمار البريطاني، وقد عرف ثورة 20 بأنها تمرد القبائل الذي وقفت ضد تأسيس حكومة وطنية. وينتقد ما كتبه المؤرخ المعروف أمين سعيد في مؤلفه الثورة العربية الكبرى، ويقول أنه أولى عناية كبيرة للحركة الوطنية التحررية في العراق بعد الحرب العالمية الأولى، خاصة من ثورة 20. ويقول كوتلوف عن أمين: لا نتفق معه في آراء السياسية التي تمتدح الفئات اليمينية في الحركة الوطنية. تفاصيل كثيرة لكوتلوف عن ما كتبه يعني الآخرون عن ثورة 20. يذكر في مقدمة كتابي الذي صدر عام 1958 مبين أن إصداره جاء في إطار الاهتمام السوفيتي بتاريخ الدول العربية عندما انبثقت الحركة الوطنية التحررية في دول المشرق بعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية، مما يلحظ الاهتمام لروسيا القيصرية كان اقتصاديا والوصول للمياه الدافئة. لكن بعد ثورة 17 نشر هدف آخر هو نشر الفكر الشيوعي تحت شعار دعم حركات التحرر في العالم الثالث، مبينا سعي الدول الرأسمالية وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة إلى ربط العراق بعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين بريطانيا والولايات المتحدة من جهة وبين العراق من جهة أخرى، وقد أدت إلى زيادة تبعية العراق لهذه الدول. طبعا هو قسم العراق إلى مناطق ثلاث في إطار إلقاء الضوء على بنيتها يعني التركيبة السكانية والاجتماعية: مناطق البادية سوريا، ومناطق العراق الأوسط الفرات دجلة، ومناطق بغداد والموصل والبصرة. يتحدث هو بتفاصيل كثيرة كوتلوف في كتاب الحركة الوطنية التحرير في العراق قبل ثورة 20، ويعني لا يخلو من وقفات يعنى بها المؤلف في إطار وعيه اليساري لتقييم حركات التحرر في الوطن العربي خاصة في العراق خاصة. وننتهي إلى يعني ما انتهى إليه كوتلوف، ويعني خلاصة ما ذهب إليه كوتلوف استثمار الوقت بالخاتمة البحث بإضاءة أهداف ثورة 20، وبين أن ثورة وطنية تحررية سعت إلى أن تتخلص من النفوذ البريطاني في العراق، وأن المستشرق كوتلوف لم يكتب لنفسه يعني هذا الكتاب، إنما قدمه لبلد الاتحاد السوفيتي وحزبه الحزب الشيوعي، حيث أعطى أهمية خاصة للعراق وتاريخه وفق مفهوم التحرر الوطني، وعمل على تحقيق حلم روسيا القيصرية ثم الاتحاد السوفيتي في الوصول إلى المياه الدافئة، كذلك نشر الفكر أفكار الحزب الشيوعي. وقف كوتلوف بخلاف معظم الكتاب الأجانب مسانداً للثورة ومدافعاً عنها، مؤكداً قدرة الشعب العراقي في قهر جيوش أقوى دولة استعمارية في ذلك الحين والانتصارات التي حققها. هذا يعني خلاصة ما قدمه الأخ الدكتور الباحث الأستاذ الدكتور عدنان قطان في بحثه الموسوم الاستشراق الروسي وثورة 20 في كتابة المستشرق الروسي كوتلوف. الآن مع الأستاذة الدكتورة الأخت العزيزة من الجزائر العزيز، حيث نعتذر منها ونعتذر لها، نعتذر للدكتورة مديحة بلاح من الجزائر بسقوط اسمها، لا أقول بسقوط اسمها عفوا، إنما بعدم ورود اسمها في برنامج المؤتمر. هي تظل شامخة الرأس لا تسقط أبدا، تتفضل بإلقاء بحثها الموسوم بقراءة نقدية في التداعيات الاجتماعية للثورة العراقية. نعتذر مرة أخرى للأخت الدكتورة مديحة بلاح، وإذا هي معنا تتفضل بإلقاء موجز عن بحثها. مشكورة. صباح الخير، السلام عليكم، أرحب بكل هذه الوجوه النيرة وأسعد كثيرا بتواجدي معكم، كما أشكركم على هذا المؤتمر الذي أنتم تقيمونه الآن في هذه الظروف الخاصة، وكنا نتمنى أن نلتقي لتكون حميمية اللقاء.
إذن كما تفضلتم، دراستي هي قراءة نقدية في تداعيات الثورة العراقية العشرينية، دراسة تحليلية لبعض المدونات التاريخية. طبعاً عانت المجتمعات العربية مطلع القرن العشرين من عودة الاستعمار الحديث بعد تقسيم البلاد العربية بين دول الغرب وتقسيم تركة الرجل المريض، أين ضعف نفوذها شيئاً فشيئاً داخل الدول العربية، أي ما يسمى بالأيالات العثمانية، لعدة أسباب يضيق ذكرها الآن. طبعاً العراق من ضمن هذه الدولة العثمانية المشروخة، فكانت تنقسم إلى ثلاثة ولايات: بغداد، البصرة، الموصل. وقعت تحت الاحتلال البريطاني سنة 1914-1921، التي في ضمنها الثورة العشرينية، حيث عرفت تلك الفترة بظهور الحركات المناوئة للتواجد الأجنبي عربياً ومحلياً، سيما بعد عدم وفاء بريطانيا بالعهود والمواثيق التي قطعتها على نفسها، فضلاً عن مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون بعد الحرب العالمية الأولى ولجوء إدارة ويلسون إلى إجراء استفتاء مزور للشعب العراقي. أما على المستوى العربي، فانتصار ثورة 1919 في مصر وتأثير الثورة العربية في الحجاز وسوريا، فضلاً عن الممارسات التعسفية للعسكر البريطاني، استفز العشائر والقبائل، وسيما عند لحظة تاريخية فارقة اكتملت أسباب قيام ثورة شعبية مترامية الأطراف، وأعلن عن قيام الثورة الفعلية في 30 حزيران 1920، ما يسمى تاريخياً بثورة العشرين العراقية، التي كان لها أثار واضحة على ملامح قيام الدولة العراقية الحديثة. البحث سيتطرق إلى تداعيات الثورة العراقية لسنة 1920 باستعمال المنهج الوصفي عن طريق تحليلنا للأحداث والتجليات التي أفرزت الثورة، عن طريق إجراء قراءة نقدية لبعض المدونات التاريخية التي وثقت الثورة العراقية، متطرقين إلى دور الأعيان والزعماء والمثقفين في بعث وإذكاء الانتفاضة الشعبية باعتبارها شكلت مرجعاً تاريخياً ومفصلياً في تاريخ العراق الحديث. سنستهل البحث بمقدمة أسباب البحث الأول: الأسباب الخارجية والداخلية لقيام الثورة. المبحث الثاني: دور المثقفين وشيوخ القبائل والأعيان في قيام الثورة. المبحث الثالث: نتائج وإفرازات الانتفاضة الشعبية، ونختمها بالخاتمة. طبعاً أمر مباشرة إلى الخاتمة لكي لا أطيل على سادتنا الأفاضل والمنظمين ولا يثقل صدرهم علي. إذن أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي أن التنوع الإثني والعرقي للمجتمع العراقي من بدو وحضر وتحت إطار المسميات الثلاث العصبية التي جاء بها علي الوردي لم يشملهم في الأخير، شملهم أخيراً راية واحدة، واستطاعوا أن يدخلوا تحت راية الانتفاضة، بذلك متناسين بذلك نزاعاتهم الطائفية من أجل التخلص من السيطرة الأجنبية والحصول على الحكم الذاتي على الأقل آنذاك. فرغم المحاولات الحثيثة للمحتل بمحاولة التفرقة بين العشائر عن طريق استمالة بعض شيوخها وجعلهم جبات للضرائب أو نقضهم للوعود وإجرائهم لاستفتاء وهمي، فإن هذه السياسة لم تنجح لعدة عوامل: كون هذه القوات تنطوي على ضباط حديثي السن وقليلي الخبرة في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، ولا سيما فهمهم لطبيعة المجتمع العراقي التي كانت دفعت بالأوضاع إلى حدوث مناوشات بين الحين والآخر في مختلف مناطق القطر العراقي كالحلة وبغداد ودير الزور والنجف وكربلاء، التي شكلت إرهاصات أولية سبقت الاحتقان الشعبي ورغبته في الحصول على حقوقه المسلوبة. فاتحاد رجال الدين مع رجال الثقافة من شعراء وأدباء وصحفيين، والتفاف الطبقة البرجوازية الصاعدة آنذاك
المتعلمة والفئة المتوسطة عفوا من أفندية وملالي وزعماء العشائر مكونين منظمة أو منظومة كانت بمستوى مواجهة التحديات، ولأنها اتحدت وصبت كل جهودها في قالب واحد ملفوف بمفهوم جديد سرى في ضمائرهم، وهو الهوية العراقية الوطنية. هذا المفهوم لم يظهر قبل ذلك التاريخ. فالثورة العشرينية من أهم ما أفرزته هو الهوية الوطنية العراقية التي ظهرت بظهور هذه الانتفاضة، وبالتالي الانتماء إلى وطن واحد له جغرافية واحدة، متقبلين أخيراً اختلافاتهم الأيديولوجية أو متناسين ولاءاتهم الدينية والعرقية. لذلك اعتبرت الثورة هي التي وضعت الأساس الأول لإرساء مقومات الدولة العراقية الحديثة، لأنها عجلت في الضغط على المحتلين وجعلتهم يغيرون سياستهم في القطر العراقي بعدما كانوا يودون أن يطبقوا عليها أو عليهم على هؤلاء العشائر المخطط الذي كان سير المفعول في الهند. فما نجح في الهند فشل في العراق نتيجة لاختلاف الفرد العراقي. فتشكل الوعي القومي عند العراقيين في إيجاد انتماء مشترك هي التي أدت إلى تعزيز وترسيخ أفكار وتوجهات التحرر والاستقلال والسيادة. وفي أحد أهم مقومات الهوية التي تجمع مجتمعا واحدا، هذا من جهة. من جهة أخرى، كانت الثورة قد أخمدت في ظرف قياسي 6 أشهر فقط، بعدما كبدت المستعمر البريطاني ما يقارب 2500 قتيل وأسير وجريح، وكبدت الثوار ما يقرب من 10,000 إصابة. ونظرا للنقص الكبير في مستوى التنسيق والقيادة الغير مختصة، فقد قضي عليها سريعا، إلا أن نتائجها كانت ملموسة جدا. العامل الاقتصادي كان عاملا مهما جدا في تبلور الوعي للحراك والثورة على القوات المحتلة التي سلبت مقدرات التي عفوا سلبت مقدرات المجتمع الذي برز تحت أو يرزأ تحت خط الفقر آنذاك، وذلك بسبب ازدياد الأسعار بشكل كبير بعد نتيجة للتضخم المالي الذي كان متواجد آنذاك، ونتيجة للتصرف الضباط الأجانب المتعسف. إذن معظم الكتابات التاريخية التي دونت أحداث ومصوغات الثورة العشرينية أجمعت أن مفهوم المواطنة والوعي السياسي قد بانت معالمه بوضوح بعد الثورة، وذلك بسبب اجتماع الفرقاء لأول مرة في تاريخ العراق الحديث. فهي قد جمعت شمل كل الفئات الاجتماعية وتيارات الحركة الوطنية الفتية بوجود وحدة ترابية ووحدة الهوية الثقافية ليتناسوا اختلافاتهم العقائدية والأيديولوجية. فطموح وجود بلد قومي بتيارات قومية أو لديه تيارين قوميين إسلامي أو التيار الإسلامي والتيار القومي، جعل من هذا المفهومين يتبلوران، بحيث أنهم تعايشوا في يعني في لحظة تاريخية معينة تناسوا تلك الإحن واجتمعوا تحت راية واحدة. فكان كل هذا التجمع كان نتيجة لجهود المثقفين ورجال الدين وفئة الضباط العراقيين، سواء المنفصلين عن الجيش العثماني أم القادمين من الشام. فكان لهم دور بارز في إذكاء الوعي القومي وتنظيم الحراك السياسي الذي تمثل في إنشاء حركة قومية تسمى جمعية العهد على يد عزيز علي المصري والضباط العرب، فكانوا أغلبهم من العراقيين. وهذه الجمعية التي أنشئت قبيل الحرب العالمية الأولى في أكتوبر 1913 قامت أساساً على مقومات عربية قومية. الكتابات التاريخية مثل لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث للدكتور علي الوردي. أوكي بدقيقة. أوكي سأنهي، أنا أنهيت. فالأوضاع الاقتصادية والسياسية والتجويع وسياسة التجويع
واحتلال الأراضي الفلاحية للمواطنين، حيث أن ثلاثة أرباع المواطنين كانوا من الفلاحين. فهذه كتابات بأقلام عربية أو عراقية ركزت على العوامل الاقتصادية والسياسية العثمانية المهملة لشؤونهم وتأثير الثورات الشعبية سواء عربية أو الثورة البولشوفية التي ألهمت الثوار. أما الكتابات المناوئة التي حاولت أن تتناول الثورة ومصوغاتها ككتابة أرنولد ويلسون كتابه ما بين النهرين الذي حاول أن يبرر الثورة واعتباراتها واعتبارها كانفلات أمني بسبب مجموعة من الأخطاء، لكن نبقى نرجو أن يتم الكتابة بطريقة موضوعية، لا يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل نتمنى أن يسلط الضوء على الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الثورة المباركة تبرز إلى الوجود. أتمنى أن لا أكون قد أثقلت عليكم، هذا فقط الذي بين يدي، وأشكر لكم كل الجهودات وإلى الملتقى. شكرا. شكرا جزيلا دكتورة مديحة بلاح من الجزائر العزيز بهذه القراءة النقدية في التداعيات الاجتماعية للثورة العراقية ثورة العشرين. أشكر جميع الباحثين الذين شاركونا في هذه الجلسة، وأشكر جميع الأخوة بمداخلاتهم القيمة. أدعو الأخ الأستاذ الدكتور عبد الحميد العاني لإلقاء البيان الختامي لهذا المؤتمر الكريم، وشكرا لكم وبارك الله فيكم جميعا. شكرا للأستاذ الدكتور جاسم دليمي ومن قبله الأستاذ الدكتور رافع الفلاحي على إدارتهم للجلستين الثانية والثالثة من هذا المؤتمر. وقبل أن أقرأ البيان الختامي، وردت يعني ضيق الوقت، وردت عدة أسئلة على المحادثة للبرنامج، ومنها السؤال الأخير، طبعا سؤال ورد عن دور المرأة وأجيب عن ذلك أكثر من مرة، والسؤال الأخير كيف ننتفع أو كيف نوظف اللحمة الوطنية لما حدثت في ثورة العشرين ونوظفها حاليا. هذه أحد أهداف هذا المؤتمر، وهي حاضرة اليوم في عند ثوار تشرين وعند الكثير والعديد من أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية المناهضة للاحتلال منذ عام 2003 إلى الآن. أيضا موضوع طباعة المؤتمر، طباعة البحوث، بالتأكيد سيتم جمع بحوث المؤتمر وتطبع، وهذا أظن أحد فقرات البيان الختامي، فنقول وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي لمؤتمر ثورة العشرين في ذكراها المئوية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبوة والرسالات، وعلى آله وصحبه أجمعين. أن تختصر قرنا من الزمن بما يحمل من فعل ثوري وآثار لها فعلها في تشكيل الهوية العراقية بمفهومها الحديث، أن تختصرها بمدة من الزمن لا تتجاوز بضع ساعات، فهذا أمر صعب جدا. ولكن أن تستطيع جمع قامات علمية وبحثية يصل تعتادها لقرابة 20 باحثا من مختلف أنحاء العراق، بل ومن مختلف أرجاء الوطن العربي، بل حتى تجاوزنا الوطن العربي إلى خارجه، فهنالك باحث من الهند لكن للأسف حالة الظروف دون مشاركته. أن يشارك هؤلاء جميعا وهم يتحدثون عن زوايا المشهد العراقي لثورة العشرين، فهذا إنجاز محسوب للباحثين والقائمين على هذا المؤتمر المبارك، بدلالة ما شهدناه من طروحات ثرة وأفكار عميقة تمثل مشاريع كتب مستقبلية لمن أراد الاستزادة في البحث والتنقيب في مخزون الذاكرة العراقية الغني بالمثابات والمحطات التي تستدعي التأمل والتفكير. شكرا لمن شارك في مؤتمر ثورة العشرين في ذكراها المئوية، وشكرا لمن حضر واستمع، وشكرا لمن تداخل بمداخلات أغنت الفكرة ووضحت المراد من هذا المؤتمر، وشكرا لكل من تفاعل ويتفاعل مع قضايا وطنه وأمته قولا وفعلا ودراسة وبحثا. الأساتذة الباحثون، كم كان بودنا أن نحتفل بمئوية ثورة العشرين احتفالا حضوريا حيا نلتقي فيه الباحثين والمهتمين بهذا الإرث الكبير،
مواجهة ليس يفصل بيننا فاصل، ولكنه وباء كورونا الذي ضرب العلاقات التفاعلية الحية ومنع حصولها تنفيذا للوقاية من هذا الوباء الخطير. نسأل الله تعالى أن يرفعه ويرفع خطره عن الجميع. غير أنه لم يغلق جميع الأبواب، ففي عصر الثورة التكنولوجية ثمة وسائل أخرى كانت مستبعدة قبل هذا الوقت، صارت واقعا افتراضيا بديلا للقاء والتحاور والنقاش وتبادل الأفكار وحتى لعقد المؤتمرات، وهذا ما نحن فيه بهذا اللقاء الذي نحسبه أنه مثمر إن شاء الله تعالى. واستطعنا أن نضم المسافات ونقرب الأفكار ونوحد الرؤى في بوتقة الذكرى المئوية لثورة العشرين في مراحلها ما قبل وفي الأثناء وما بعدها. الإخوة المشاركون المستمعون الحاضرون، تابعنا باهتمام بالغ ما كتبه الباحثون وقرأنا الأفكار التي أدلى بها المتداخلون والمشاركون، ويهمنا هنا تلخيص النتائج والرؤى التي توصل إليها الباحثون في بحوثهم، وقامت لجنة المتابعة والتنسيق في المؤتمر بصياغتها في هذا البيان الختامي الخاص بنتائج وتوصيات المؤتمر. وهي النتائج طبعا عديدة لكن أهمها: واحد، كشف المؤتمر عن الآثار الممتدة لثورة العشرين خارج محيطها العراقي عربيا وإقليميا. أظهر المؤتمر الحاجة الماسة لتلافي القصور في درس بعض جوانب ثورة العشرين من حيث القوى الفاعلة فيها أو الميادين التي شهدت تفاصيلها أو الدراسات العلمية المتناولة لها. ثلاثة، ضرورة استمرار العناية العلمية بثورة العشرين وتاريخها وقراءة تداعياتها غير المنظورة وغير الموثقة. أربعة، رصدت بعض بحوث المؤتمر جوانب من محاولات التشويه المتعمد أو غير المتعمد لثورة العشرين بذرائع مختلفة الأهداف والتوجهات. خامسا، العناية بالتاريخ الشفوي لثورة العشرين وتحويله إلى تاريخ موثق ومسجل. ستة، العمل على جمع مادة بحوث المؤتمر وإعادة قراءتها وتنسيقها وتبويبها وتهيئتها لتكون كتابا خاصا بالمؤتمر يحمل أسماء الباحثين وعناوينهم، بل وأضيف يحمل أيضا أو سيضم أيضا تعقيبات المتداخلين وحتى رسائل الذين شاركوا بتعقيباتهم على البرنامج وتعليقاتهم. سابعا، إتاحة الفرصة للباحثين بعد مدة زمنية محددة من نهاية هذا المؤتمر للتواصل مع اللجنة التحضيرية وتزويدها بالإضافات والصور والوثائق التي يود الباحثون إدراجها في بحوثهم قبل طباعتها في الكتاب. ولا يفوتنا قبل الختام أن نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العميق للقائمين على مركز الأمة للدراسات والتطوير ومركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام، الذين بذلوا جهودا جبارة من أجل الإعداد لهذا المؤتمر، فتواصلت الاجتماعات وتقسمت المهام كخلية نحل همها الوصول إلى أفضل النتائج على وفق السقف الزمني المتاح، فشكرا لهم على هذا الجهد ويكفيهم فخرا هذا الإنجاز. وفي الختام، إن مؤتمر ثورة العشرين في ذكراها المئوية محطة عراقية مهمة وملهمة، ملهمة في التعرف عن كثب على موجبات الثورة ودوافعها وشخصياتها والفاعلين فيها، فهي ثورة عراقية وطنية تعبر تعبيرا واضحا عن الشخصية العراقية وآثارها التي بقيت طوال هذه الأعوام، بقيت حاضرة في الذاكرة العراقية تستدعى بإصرار في كل الأزمات، ويفتخر بها كل عراقي لأنها تمثله. أشكر لكم حسن مشاركتكم وجميل تفاعلكم، وإلى لقاءات أخرى قادمة بأوضاع صحية أفضل بإذن الله. دمتم بخير، وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وختاما، نعتذر إن لم تتح الفرصة لبعض المداخلات أو حالة ظروف التكنولوجيا الإنترنت وغيره
من مشاركة البعض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حتى لقاءات أخرى.